أنا مساء الخير على كل متابعي موقع مصري تايمز. معكم جهاد جد المولى محافظة المنوفية، ومعانا ومعاكم أحد ضحايا مستريح المنوفية. معانا حد اتنصب عليه في مبلغ مش قليل، وللأسف كان للواقعة دي عواقب جسيمة جدا عليه. بعيدا عن الجانب المادي، لا، هو فقد أعز حد ليه في الدنيا بسبب الواقعة دي. مساء الخير. اولا عزائي لحضرتك، وان شاء الله ربنا يعوض عليك في كل المشكلات الجسيمه اللي حصلت بسبب الموضوع اللي حصل معاك. لو ممكن تحكي لي البدايه حصل ازاي، عرفني بنفسك. استاذ عمرو، لو ممكن بس تعلي صوتك شويه. اسمي عمرو محمود حمدي، موظف المحافظه. هو الموضوع ده بدا من حوالي اربع سنين ونص. يعني كان عباره عن في واحد زميلي بقى، هو اللي قال لي في واحد اسمه كذا ده بيشغل فلوس للناس وبيدي ارباح كويسه وبيستمر، يعني وراجل محترم جدا. انا من النوع اللي بيتوقع الحذر جدا يعني في الامور ديت، واخد بالك؟ مش في السهل ان حد كمان يقول لي حاجه واصدقه كده. فرحت للراجل ده، رحت له شركته، شفت لقيت عنده الشركه مليانه كمبيوترات لاخرها يا جماعه بطريقه غير طبيعيه. يعني انا دخلت شركات كمبيوتر ما كانتش زي ما انا شفت عند الراجل ده. الراجل ده كان واخد شقه دور ارضي مليها الثلاث اوض مليانين بكمبيوترهم بما فيهم الصاله. يعني شوفي بقى، لما تشوفي كده اللابات محطوطه من هنا للسقف، لما تشوفي عباره عن اجهزه كمبيوتر من هنا للسقف، لما تشوفي شاشات كمبيوتر محطوطه ورا وفوق بعض كده، لو واحده عملت كده الدنيا دي كلها هتتدربك، واخده بالك؟ صراحه يعني طب هو شغال في كده بس؟ اقول لا، ده شغال في حاجات كتيره. ده هو شغال في استيراد وتصدير، ده هو شغال في اللابات، ده هو شغال في الاجهزه الرياضيه، ده هو عنده سلاسل الكمبيوتر، ده هو شغال في الموبايلات، ده هو شغال. ايه ده يا جماعه؟ ده كل ده للشخص ده؟ قالوا لي اه والله انت ما تعرفوش، ده ما شاء الله علاقاته كبيره جدا. وهو فعلا علاقاته غير طبيعيه، وعارف ناس في كل حاجه وفي كل حته ما شاء الله. يعني المهم حضرتك شجعته، اديت له مبلغ قليل في الاول 10 ولا 20,000 جنيه، بدا يشغلهم، بدا يديني ايه؟ يديني عليهم، يعني بيديني عليهم ربح من 25-30%. بدأنا كده، لقيته بيقول لي والله لو جبت يا عمر ازيد انا هعمل لك حاجه افضل، هعلي لك الايه؟ النسبه. تمام؟ طب لو جبت كام؟ قال لي لو جبت مثلا 400-500,000 جنيه هطلع لك لايه؟ ل 40%. تمام؟ فدي في الرينج عادي في الطبيعي يعني. طب زودت؟ قال لي لو زودت المبلغ هطلعك لحاجات اعلى من كده. المهم وصلنا لحوالي 50-60%. المبلغ كنت جايب 18 واحد بما فيهم انا، واخد بالك حضرتك؟ المبلغ كان حوالي 1,300,000. فوجئت ان هو بعد كده بقى بدا ان هو لا انا ما عنديش استعداد لاي حاجه، ان انا ايه؟ ان انا يعني اديك فلوسك. انا طلبت فلوسك بصراحه لما لقيت الفايده كبيره قوي كده 60-70%. انا شكيت، ابتديت اشك. قلت له لا كده خلاص، انا عاوز فلوس. بدا يتملص بقى مني، انا مش هقدر، انا استنى عليا شويه، استنى ظروفي، اصل انا مش متيسر دلوقتي، الحكايه الروايه بتاع يا ابني الناس بتطالبني، الناس عاوزه فلوسها. لدرجه ان كان في اتنين منهم، الاتنين دول كانوا انا اللي ايه؟ انا اللي ضامنهم عند الراجل ده من ضمن اصحابي، وانا اللي كنت يعني انا كنت مستامنه جدا، فكنت ماضي وصولات امانه على نفسي لهم. فقالوا له بص احنا ما نعرفوش، احنا نعرفك انت. كان حوالي 130,000 جنيه. انت لا تتخيلي بقى واحد بيقول لك في يومين اثنين هات لي 130,000 جنيه، لو ما جبتهم انا بقيت استلف من هنا واستلف من هنا واستلف من هنا، لغايه ما رديت الحمد لله الفلوس للناس دي. بس كنت بموت 100 مره في اليوم يعني، عشان بس في ناس انا شايفها بتخش في التعليقات تقول لك اصل ايه تستاهلوا، اصل انتوا مش عارف كذا. يا جماعه انتوا ما تعرفوش احنا توقينا حصل ازاي. هو مش معنى ان انا غلطت. هل مثلا خدت وصلات امان عليه؟ خدت وصلات امان، يعني خدت الجانب القانوني، انت كنت محصن نفسك. ما هو ده اللي كنت بحمي بيه نفسي، ان انا واخد عليه وصلات امان وبخط ايده، مش انا اللي بكتب. لان في ناس تقول لك ايه انا اللي بكتب وهو بيمضي في الاخر. لا انا ما كنتش بعمل كده، انا كنت بخليه يمضي الاصل من اوله لغايه اخره. واخد بال حضرتك؟ فالوصلات دي كلها الحمد لله انا ما رفعتش. ليه ما هتقولي لي ما رفعتش؟ لان انا لقيت ناس اما حصلت المشكله ورفعت خلت عليه احكام
وبعد كده قال لك الحكم ده بيسقط بعد 3 سنين خلاص، يبقى الوصل بتاعك ده كأن لم يكن. انا ما عملتش كده الحمد لله، ال 18 بني ادم اللي انا من ضمنهم والصورات بتاعتي معايا، واخد بالك؟ بس فوجئت ان هو بقى في الاخر ايام خالص بدا ان هو يقول لي انا مش هقدر اسدد، وبدا يقفل تليفوناته وبدا ان هو يبعد عننا. ايه اللي حصل اللي انت قلت بس انا كده اتنصب عليا؟ لما هو جه حضرتك لمينا في سنتر وقال انا يا جماعه انا خلاص انا مش هقدر اسدد تاني، واصبروا عليا شهر اتنين، صبرنا عليه 3 اشهر بصراحه ربنا عشان حق ربنا يعني، واخد بالك؟ لقيته بقى بعد كده قال بدا يقفل تليفوناته خالص، ما بقناش نعرف عنه اي حاجه. واحد من زملائنا قال لك انا خلاص انا هرفع الوصل بتاعي. هو قال كلمه انا مش هنساها في حياتي يعني، قال لك انا كنت خوفي كله من السجن، انا دقت السجن، ما بقاش فارق معايا اي حاجه، ما بقاش فارق معايا، اضربوا دماغه وقعدوها في الحيطه وانا ما حدش يقول عندي اي فلوس. من اللحظه ديت انا حسيت ان انا فعلا من ضمن الناس اللي اتنصب عليها في الموضوع ده يعني. بدات ان انا حضرتك يعني اشوف بقى هو فين، عرفت ان هو بدا يسافر، قالوا لي ده راح السادات، ده هو استخبى مش عارف من السادات راح اويسنا، ده هو من اويسنا راح تلا، بقى كل يوم يقولوا لي في بلد شتى. وده بقى حضرتك عرفت بعد كده بقى ان هو عمل معارضه على الاحكام اللي هو او الوصل الامانه اللي اترفع عليه، والناس طبعا رفعت كذا واحد رفع، عمل معارضه على الحاجات دي وبدا ان هو يخرج. بدا مش يخرج يهرب، وبدا يهرب وينصب على ناس تانية. فمن ضمنهم لقيت اخويا بيتصل بيا بيقول لي ادي الوليد اي فلوس عندك. قلت له انت ما انتش عارف يا محمد ده عمل فينا ايه يا ابني، ده بينصب عليه ايه، انت ما تعرفش ده راجل قمه في الاحترام، انا عارفه ده انا امنه على نفسي مش امنه يا ابني، والله العظيم نصاب، اسمع الكلام يا حبيبي، نصاب والله، ده نصب علينا واجيب له ناس وهو يقول لي مستحيل. ده اخو حضرتك، اخو حضرتي وهو كان صديقه، صديق دراسه بالنسبه له، يقول لي مستحيل الا ده، انا هصدق كل الناس هو مصدقه هو ومكدبك انت اخوك شقيقك يعني للدرجه دي، هو ليه قدره على التلاعب ان لدرجه ان اخوك. انا بتكلم بس عشان الناس اللي عماله تقول لنا يستاهلوا ومش يستاهلوا، ما تقولوش كده عشان انت ممكن يحصل لك حاجه في يوم من الايام، اقسم بالله لا تموت في اليوم 100 مره 100 مليون مره مش 100 مره. لو الشخص ده قدامك دلوقتي انت توجه له رساله تقول له ايه؟ انا اقول له ربنا ينتقم منك، وانا ان شاء الله حتى لو ما خدتش فلوسي في الدنيا انا هاخدها في الاخره منك ان شاء الله، وانا املي في ربنا ثم في المسؤولين بتوع الدوله بصراحه ربنا يعني. انا كل املي دلوقتي ان الناس دي تحاول تساعدنا بكافه الطرق، احنا يا جماعه بناخد كل السبل الشرعيه ان احنا نوصل هنا. احنا غلطنا، احنا عارفين ان احنا غلطنا، بس مش معنى كده ان احنا تموتونا او تذبحونا، احنا نفسنا ان حد يقف جنبنا. اللي عرفناه ان هو هيعمل معارضه على الاحكام ديت ويخرج، طب ما هو هيخرج هيعمل يعني، انتوا متخيلين هيعمل ايه تاني يا جماعه؟ ايه والدتك اتوفت من ورا الموضوع ده. يعني انت خسائرك مش بس ماديه، انت خسائرك اكبر من كده بكتير، انت فقدت امك من ورا ده. طبعا لما حصل حاجه زي كده جالها 3 جلطات في المخ واتشلت وماتت من تحت راس الموضوع ده، لان هي كانت يعني هي كانت استأمنته نتيجه الكلام اللي انا قلته لها على كل الفلوس اللي كانت تحوش عمرها زي ما بيقول، واخده بالك؟ هي تحوش عمرها فعلا ده كلها. طيب لو في شخص داخل الحوار ده، داخل الموضوع ده، تنصحه بايه؟ لا بصي، انا انصح اي حد ان هو ما يشغلش فلوسه مع اي حد. عاوز تشغل فلوسك لا تشغلها انت بايدك، ليه ما تعرفش احطها في بنك؟ يعني هو ده الحل، ده الحل فعلا بعد اللي احنا شفناه. ان لا يا جماعه ما تفتكروش ان ايه، حتى لو اداك ارباح، حتى لو اداك ارباح زي البنك. لا. احنا للاسف احنا ما بتنسبش علينا غير لما بنثق قوي. ما هو ده اللي حصل يعني، اللي بيضحك علينا ده اقرب حد ليك، عارف؟ لو هو مش قريب منك هو ما كانش قد كده. هو فعلا عشان كده بقول للناس يا جماعه ما تستقلوش باللي حصل بينا، وما تقعدوش تقلسوا اللي داخل يقول لنا اصل انتوا تستاهلوا، اصل انتوا تعملوا. لا، انتوا ما تعرفوش يعني ايه الالم اللي احنا جربناه، اذا كان الم نفسي ولا اذا كان الم فقدان ام، ولا اذا كان الم فقدان فلوس، ولا اذا كان تعب نفسي. انا تعبت من تحت راس الموضوع ده، رحت الدكاتره من تحت راس الموضوع ده. ما تفتكروش الموضوع، الناس فاكره الموضوع سهل وحاجه بسيطه ويقول لك مش عارف ايه. وبعدين حتى يعني ارحمونا في ظروفنا اللي احنا فيها دي، الناس اتدمرت، وفي ناس اقسم بالله في ناس بيوتها اتخربت،
يا جماعه في واحد انا عرفت الكلام ده واحنا واقفين في الشارع، قالوا لي ان كان في عامل شغال معاه في الكليه بتاعته. الراجل ده كان لا يملك من كتب غير بيته، راح جاي رايح خد قرضه من بنك بضمان البيت بتاعه، وقال له هديك الفوائد بتاعته وتسدد القرض. ايه اللي حصل بعد كده حضرتك؟ راح جاي ما ادالوش حاجه، والراجل جاله سرطان، لا حول ولا قوه الا بالله، وتوفى ومات. انا احنا بنستنجد دلوقتي بالمسؤولين، انا عرفته ان هو هيعمل معاضله على الاحكام دي ويطلع. طب اما هيطلع حضرتك انت بتقول حتى ان هو يعني انا بطلعه بضمان محل اقامته. يا فندم انت جايبه من المنصوره، انت مش جايبه من هنا. ايوه انت حضرتك جايبه من المنصوره، يعني هيطلع ينصب على ناس تانية. طب ما هو في ايدك هينصب على ناس تانية، وما احناش هنعرف نجيبه مره تانية او هناخد وقت طويل عشان نجيبه. على ابني وهو في ايدي ليه؟ طب ما هو في ايدك، ما تطلعوش حضرتك. احنا اعملوا يعني شوفوا اطلبوا مننا اي حاجه، واحنا تبع امركم، بس ما تسيبوناش كده يعني ان احنا نموت بالحياه كل يوم عشان حضرته هيطلع في الاخر، وكل شيء هو هيستمتع بعد الشر. بعد الشر عليكم، وباذن الله ان شاء الله حقكم راجع، وانا واثقه في امن وقانون بلدي، وان شاء الله حقكم هيرجع عاجلا ام اجلا باذن الله. عوضك عند ربنا، وان شاء الله حقك هيرجع. شكرا باذن الله. شكرا جدا لحضرتك، وشكرا لكل متابعي موقع مصر تايمز. كانت معكم جهاد جد المولى محافظه المنوفيه.